أعزائي المشاهدين، طبتم وطابت أوقاتكم بكل الخير، وأهلا وسهلا بكم وحلقة جديدة من برنامجكم برنامج همسة مواطن. ما أجمل أن يكون صاحب الفكرة هو شاب من شباب مصر، فلا بد أن نقدم له يد العون وأن نكون مشجعين لمثل هؤلاء الشباب أصحاب الفكر. مساء الخير يا شريهان. مساء النور أشرف، مساء النور على كل مشاهدينا، وحشتونا كتير. عدنا من الانتخابات وجولات الانتخابات وفترة الانتخابات، الحمد لله. ربنا يولي من يصلح، واحنا موجودين النهارده معاكم عشان احنا خدمتنا هي الخدمه العامه والوجود العام، ونصيحتكم علينا وان احنا نقدم لكم اللي نقدر عليه واكتر بشويه. والنهارده عندنا ملف من اهم الملفات، خاصه في وجود كورونا وانتشار وباء موجود، لازم كلنا نكون على حصن كبير من الوعي في النظافة الشخصية والنظافة العامة. النهاردة معانا أستاذ محمد سعيد، رئيس مجلس إدارة شركة الحمد، هيكلمنا النهاردة في حاجات كتير. أهلا وسهلا بحضرتك. أهلا وسهلا بحضرتك. أهلا وسهلا. عندنا أسئلة كتير وعندنا كلام كتير، ولكن تتلخص معظمها في النظافة العامة، وإيه هي تطوير أو فكرة حضرتك إن إحنا نقوم بتطوير النظافة العامة على مستوى الدولة؟ والله أولا أنا سعيد بتواجدي معاكم ومع أكبر اتنين إعلاميين صراحة، يعني تمام، ربنا يبارك فيك وربنا يسهل. والحمد لله، يعني أنا الحمد لله كانت فكرة كبيرة جدا، في فكرة إن إحنا عندنا شعار الشركة اللي هو تطوير القرى النموذجية. تطوير القرى النموذجيه ده كانت خد مننا صراحه دراسه كبيره قوي، وخد مننا وقت كتير مع مجموعه الشباب اللي متواجدين معايا. الحمد لله بدانا الفكره، والفكره كبرت والحمد لله وصلت للشركه، لان عندنا قريه القرى اللي موجوده في بني سويف هي تفتقر صراحه يعني لموضوع النظافه، وكان لازم يكون ليها اهتمام كبير واولويه كبيره. فالحمد لله الشركه بتاعتنا لما بدات وحطينا الاساس، كان حجر الاساس اللي هو كلمه تطوير قرى نموذجيه. فتطوير القرى النموذجيه ده كان ليه اهداف كتير واساسيات كتيره وضعناها للشركه وخطط للشركه. الحمد لله تقدمنا بيها لمحافظه بني سويف، والحمد لله الموضوع تحت الدراسه. الحمد لله الموضوع تحت الدراسة، وفي تجاوب صراحة من مسؤولين كبار، والحمد لله. بالنسبة للقرى اللي انتوا يعني أول قرى أو القرى اللي انتوا هتبتدوا بيها، طبعا أكيد أول شركة بيبقى الشركة مقرها في قرية بياض العرب، فأكيد طبعا الأولوية هتبقى لقرية بياض العرب وقرية الشيخ علي، لأن هم فعلا ملف النظافة العامة عايز إعادة ترتيب. احنا بنقولش تقصير، ولكن طبعا هو فعلا محتاج إعادة ترتيب، بالظبط، ويكون هناك برضو شباب واعي يقدر يخدم وطنه من خلال فكرة حضرتك ومشروع حضرتك أو شركة حضرتك، إن هي تطور منظومة النظافة العامة. لأن بياض والشيخ علي، بياض قرية كبيرة جدا فيها كمية عمارات داخل القرية نفسها، لأن معروف القرى منازل ريفية، ولكن قرية بياض فيها مجموعة عماير أو وحدات سكنية أنشأتها أنشاء إسكان بني سويف، أكتر من حوالي تقريبا كده 2000 وحدة سكنية موجودين داخل القرية، فده عبء كبير جدا على منظومة النظافة. فعايزين رؤية حضرتك، وهل تواصلتم مع المسؤولين إن أنتوا يتم منحكم قرية بياض العرب والشيخ علي؟ طبعا يا فندم، ودلوقتي الخطة بتاعتنا ودراسة الجدوى وكل الأوراق بتاعتنا موجودة تمام في المحافظة، وهي كلها بس مسألة وقت عشان طبعا إعلان الشركة تمام وموعد نزولها. فالحمد لله يعني الشركة لازم كانت تبدأ من القرية نفسها، قرية بياض العرب والشيخ علي، لازم احنا المنبع ولازم احنا نبدأ من عندنا، وخصوصا ان انت ابن من ابناء شرق النيل. طبعا، وهدفنا مش القريتين بس، احنا هدفنا قرى كتيرة، والخطط الموضوعة في الشركة هي خطط تطوير قرى كتيرة طبعا بمساعدة المسؤولين ومساعدة الجهات الأمنية طبعا اللي موجودة. والحمد لله معايا كوادر وشباب كبيرة قد المسؤولية،
كلهم طبعا مقسمين، عندي قسم طبعا المشروعات لان في مشروعات. طيب استاذ حضرتك بقى، بما اننا بنتكلم عن النظافه ككل والنظافه العامه ككل، مش في بني سويف بس، بني سويف على عيني وعلى راسي بلدكم، لكن انا بتكلم النظافه الشخصيه على مستوى جميع المحافظات والقرى والعزب اللي موجوده عندنا، فكره تدوير المخلفات واعاده تدوير المخلفات وكيفيه استفاده منها واستفاده المواطنين عامه او المواطن منها، بدل ما هي بتضره لا احنا نخليها ان هي تنفعه. كيفيه بقى تدوير المخلفات، ايه هي الطريقه او كيفيه تدوير المخلفات؟ طبعا الخطه تدوير المخلفات دي، هو الموضوع تدوير المخلفات موضوع مش سهل وملف كبير قوي لملف تطوير يعني تدوير المخلفات فقط. فاحنا طبعا اشتغلنا ان احنا ما يعني تدوير المخلفات ده لازم يشارك فيه المواطن. مشاركه المواطن هنا مشاركه استثماريه ومشاركه تجميليه من الناحيتين، يعني في حاجات بدل ما هو يرميها تمام، لا هو هيستفاد منها، يعني هو يستفاد من الحاجات دي بتزيين بعض الحاجات عنده تمام. ده مش تزيين، بدل ما ده احنا أنا بنرميها عندك عند حته معينه يا ريتها تزيين. بيبقى صندوق القمامه موجود، والله العظيم شفتها بعيني، صندوق القمامه موجود هنا وهو بيمسك الكيس يحطه جنبه. قول لي ليه؟ يعني ايه لو احنا ما بداناش بنفسنا النهارده؟ عندنا حاجه زي كورونا موجوده، وباء على مستوى العالم كله، ويعني احنا معرضين ليه في اي ثانيه في اي لحظه. فقول لي ايه وجه الاستفاده ان انت الصندوق يكون قدامك وترميه جنب الصندوق؟ طبعا يعني سلوك خطا جدا. ما هو سلوك خاطئ كمان بالاطفال. احنا لازم عايزين حاجه حمله توعيه كامله ان احنا ننمي حته النظافه الشخصيه والنظافه فينا كلنا، النظافه العامه، نظافه الشارع، نظافه البيئه، نظافه البيت، نظافتك الشخصيه، كل النظافه كنظافه عامه موجودة في جميع البلاد ان احنا نقدر نحافظ عليها. دينيا موجود ان انت لازم تكون النظافة ده شرط اساسي في دينك، ايا كان دينك ايه، النظافة شرط اساسي في دينك، شرط اساسي في حياتك وصحتك، شرط اساسي في دولتك ان هي تكون نظيفة وان انت تبني صحة أكيد. جيدة ومجتمع جيد. اكيد طبعا. فايه رأي حضرتك بالنسبة للنصائح العامة اللي ممكن ننصح بيها المواطنين عامة؟ والله يا احنا هنرجع برضو لحتة التدوير. احنا طالما قلنا شركة، الشركة التدوير طبعا لو الشركه اشتغلت فعلا صح وخدت مكان من المحافظه وبدات زي ما بنشوف في بعض الدول المتقدمه، كل حاجه من المخلفات دي بياخدوها ويعيدوا تصحيحها. طبعا يا فندم هو هيستفاد منها، المواطن نفسه هيستفاد. انا عايزه اشاركه في استثمار كل الحاجات دي. انت كنت كلمتني في الكواليس على حاجات، يعني طبعا على نقط النقط اللي احنا عاملينها، النقط التجميع اللي احنا عاملينها، ان المواطن الحاجات اللي عنده اللي موجوده عنده ده، دي حاجات احنا بنستفاد منها. فانا عايز وجه الاستفاده ما يكونش للشركه بس او لكيان معين، لا وجه الاستفاده هو من عندك اللي يعني انا اسف، الكنز الحاجه الساقعه او اللاستيك اللي موجود، إن كل الحاجات إن دي انا كمواطن يبقى عندي طبعا لازم يكون في تشارك، كل حاجه من المخلفات يبقى لها طبعا يا فندم بالظبط. وليها مكان عندنا، ليها مكان عندنا عمليه تدوير المخلفات بالظبط، عشان انا عايز هو يستفاد. يعني هو يستفاد ماديا من خلال التطوير ده، ان هو يعني يقدر يبيع كمان. طبعا احنا هنشتري منه لان احنا هنعمل نقط. طب معلش، منافذ البيع، هل هو القمامه اللي هو يعملها؟ احنا طبعا هو الفكره هنا عشان نوضحها اكتر للناس، هو بيقول لك النهارده عبي البلاستيكات لوحدها في بالزبط. مكان لوحده، وهو ده الفصل لوحدها من الفصل من المنبع، اللي هي الصفيح تقريبا لوحدها من المنبع، بحيث ان هو يسهل عمليه اننا يكسبك من النظافه. بس هو الموضوع مش اكتر من المواطن يا استاذه، ما عندوش الثقافه العامه دي، ما احنا بنعرفه. لا ما طبعا احنا عندنا دي حضرتك برضو من ضمن الخطط بتاع الشركه، لان احنا عندنا القريه نفسها، القرية فقيرة من حاجات كتيرة قوي تمام. فإحنا عندنا لازم يكون عندنا توعية كبيرة وحملة كبيرة، وحملة توعية طبعا تمام. بالتعاون مع مؤسسات كتيرة تمام، إن هي تحاول تعاون معانا إن نوصل الفكرة ونوصل المجهود ده تمام، لأن يوصل لكل المواطنين، بإن أنا برضو عايز أشاركه في استثماراته، الاستثمارات اللي أنا بعملها للشركة هو هيشاركني فيها تمام. كان عندنا بني سويف مصنع المخلفات، وكان في يعني بيتعمل من المخلفات دي أسمدة بتفيد المزارع المصري بالزبط. ولكن المصنوعة عايزة تدار صح طبعا. حضرتك كصاحب شركة انت برضو نهار ما تاخد المشروع، هل عندكم فكرة او رؤى او خطة استراتيجية ان انتوا تعيدوا الحاجات دي وتنتجوا منها بالتعاون برضو مع المحافظة
تنتجوا منها اسمات، تنتجوا منها في حاجات كتيره. هي دي حضرتك احنا بالتعاون مع شركات تانية هي بتاخد الحاجات دي وتعمل منها حاجه اسمها الكومبوست او الفورم كومبوست. تمام. ودي الحاجه المهمه جدا ان هو يستفاد منها تاني، ان احنا نشتغل فيها ليها كاسمده للزراعات اللي هي الايه المختلفه دلوقتي. الزراعات اختلفت طبعا، ما اختلفت لان دي كلها اورجانيك، حاجات تبقى اورجانيك مش محتاجه طبعا ندخل ان انا مواد حاجات كيماويه. تمام. او الكيماويات او الكلام ده كله طبعا. وهي جميله جدا لان هي ما بتاخدش كمان يعني مجهود من المواطن نفسه عشان هو يزرع او الكلام ده كله. وده الحمد لله برضو بتنفيذ وتخطيط من الشركات، من الشركه عندنا. تمام. لان احنا هنبدا نشتغل على كل الجوانب لتطوير القريه لنوصل اسم قريه نموذجيه. لمشتقات كتير. لكن طبعًا. انا عندي نقطه ثانيه برضو اللي هتبقى الاصعب والاصعب على المواطن، ازاي هتقدر تاخد منه القمامه سواء بشيء مادي او من غير مادي، هي حتى لو مقابل مادي هو يتمنى طبعا، وهتسهل علينا الموضوع وهتخليهم هم نفسهم يحافظوا على تدوير المخلفات من جديد، وان هو يديك القمامه بتاعته وما يرميهاش وهيحضرها لك وهيجمعها لك وكله تمام، لكن هتقدر توصل له ازاي؟ هتاخدها منه ازاي؟ ما هو احنا عندنا كده كده موجوده اللي الشركه نفسها موجوده عندنا، الشركات اللي موجوده العربيات. تمام. والعماله عندنا موفرين عماله طبعا في الشوارع، لان العماله مش مقتصره على الشغل التجميع فقط. ما انا بسال حضرتك في حاجه، هو دلوقتي هيوديها الصندوق العام للقمامه؟ لا في عام، لا في عام. فين هو هو تقدر توصل؟ بالنسبه للقرى يا استاذه، بالنسبه للقرى القرى العامل بيعدي على المنزل بياخد. لا مش كل القرى كده، لا حتى مش على احنا عندنا بقى. ما هي دي النقطه المختلفه بقى او الميزه اللي احنا عايزين نوصلها. هي الميزه عندنا في الشركه ان هي هتوصل هتوصل القرى للكلام ده اللي هو اللي ماشي في المدن ومش ماشي في القرى. تمام. ايوه ده يعني انا بتكلم فيه، ان احنا عندنا معظم المدن والقرى والعزب ما فيهاش الكلام ده. لا عندنا في محافظه سياسه في جمعيات واخده. معلش يا استاذ اشرف، هنطبق سياسه المدينه على سياسه العزبه والقرية. هو ده اللي عشان انا مش بحمي مواطن عايش في المدينه، انا بحمي مواطن عايش في دوله كامله هيقدر ان انا احميه في عزبه موجود، في قريه موجود، في مدينه موجود. سيستم النظافه العامه والسيستم النظام يكون واحد وموحد على جميع. وده هيساعد، وده هيساعد كمان في المبادرات اللي هي مقدمها سياده الرئيس عبد الفتاح السيسي لمبادره 100 مليون صحه. ده احنا كده لازم احنا ندفع معاه ونساعد معاه. طيب ده عباره عن استاذ محمد فضل. دايما بنتكلم على الشركه والخدمه وبننسى بقى اللي هو العامل الرئيسي في الخدمه كلها، العامل النظافه. طبعا عامل النظافه دايما مش واخد بصراحه حقه. تمام. احنا عندنا كمان بما ان حضرتك موجود معانا وبنتكلم على ملف النظافه العامه، انا بناشد السيد محافظ بني سويف، عندنا اكتر من حوالي 800 موظف في مشروع النظافه العامه، منهم ناس شغاله في الشارع ميداني وفي ناس اداريين. الناس دي بيتقاضوا 1050 جنيه لا متامن عليهم ولا معمول لهم عقودات. يعني العامل النظافه اللي احنا بنقوم الصبح من النوم نشوف الشارع جميل ونشوف الشوارع بتاعتنا مزينه ونظيفه، للاسف القائمين على العمال الغلابه اللي قائمين على ذلك اللي بيخلونا نشوف منظر جمال كويس، للاسف 800 عامل في محافظه بني سويف من غير تامين. لسه اقرب الاوقات عامل جاي الشغل للاسف اصيب، اتوفى، اصبح لا ليه تامين ولا معاش. مشكورا المشروع بيصرف لهم منحه، لكن احنا بنناشد السيد محافظ بني سويف الدكتور محمد هاني. طبعا ده تجربه شبابيه محترمه وبنشكره على النشاط اللي عامله في محافظه بني سويف، ولكن يا فندم انا ليه عند حضرتك طلب ان يتعمل عقودات ويتم التامين على العمال الغلابه دول، لانه كمان مرتباتهم ال 1050 جنيه ولا ال 1100 جنيه النهارده ما عادتش 30 جنيه تفتح بيت. عايزين نهتم بالناس دي، الناس دي ما بتطالبش، الناس دي شغاله بالظبط، وناس معظمهم ناس طيبين غلابه. تطبيقا لكلام حضرتك، تطبيقا لكلام حضرتك، احنا بنطالب الدوله على موظف الغلبان اللي بيقبض ده
بصفة عامة في جميع المحافظات، احنا بنطالب ان الناس دي بترسم الابتسامة على وشنا كل يوم الصبح، بترسم الصحة اللي موجودة بنتمتع بيها طوال حياتنا. لازم احنا كمان ما ننساهمش كدولة، لازم احنا كمان نرسم الضحكة في بيوتهم، ان هو يكون مش محتاج وما ينقدش على الشغلانة دي ويقول انا مش حاببها مش مكفياني. عشان كده انا عشان كده احنا بنطالب كشخص الخدمات بقى احنا بنطالب الدولة وبنطالب السيد محافظ بني سويف منطلق برضو. يا استاذه انا ابن من ابناء بني سويف، والنهارده الاستاذ بنستضيف الاستاذ محمد صاحب شركه الحمد الراعي الرسمي للبرنامج، فلازم ندي بني سويف حقها. استاذ محمد، ايه الخدمات اللي انت قدمتها للعامل او الشركه بدات هتقدمها للعامل، وازاي هيكون، هل هناك هيبقى في تامين على العامل؟ والله انت جيت عند افضل حاجه عندي في الشركه اللي هو العامل، لان انا عندي يعني مجلس الاداره كله متفقين بكلمه واحده ان العامل هو اللي فوق الشركه. وعلى فكره ده مش كلام عشان الناس بس بالنسبه للشركه عندي، وطبعا بيسمعوا كلام كتير، لا ان كمدير مثلا شركه او صاحب شركه يقول الكلام ده، لا انا ملتزم بالكلام ده، والكلام ده اكيد هيظهر على ارض الواقع، ان انا عندي العامل هو رقم واحد في الشركه واخر واحد في الشركه اللي هو رئيس مجلس الاداره اللي هو انا. معلش يا استاذ محمد، بما ان عندنا نموذج مشرف من الشباب استاذ محمد سعيد ورئيس مجلس اداره شركه الحمد في بني سويف، ونموذج مشرف فعلا، هل فعلا انت حضرتك بتهتم بالعامل زي ما حضرتك قلت ماديا كمان؟ طبعا الراتب بتاعه، طبعا انا عندي الراتب بتاعه طبعا، ده انا ما ينفعش طبعا الرواتب، لان يعني انا ما ينفعش طبعا اتكلم في الرواتب دي تخص الشركه تمام، بس عندي الحمد لله والناس. طيب هل بتديله الحد الادنى؟ ده انا طبعا معدي الحد الادنى، معدي الحد الادنى طبعا، لازم اعديه تمام طبعا، لازم اعديه. والكلام ده انا قلته يعني كذا مره ان انا عندي اهتمام، لان هو اساس الشركه عندي تمام. تاني حاجه، مش الراتب بس، لا المميزات اللي موجوده بالنسبه له ان التامين، لان انا بعد 3 شهور هامن عليه، بس خلال الثلاث شهور دول هو مسؤول مني مسؤوليه كامله. يعني لو حصل اي حاجه خلال الثلاث شهور دول، سواء كان مرض او الكلام ده يعني كله، طبعا على عاتق الشركه. والله احنا بنشكر حضرتك، المميزات اللي عندي والله. احنا معانا اتصال هاتفي من محافظه بني سويف، سياده العميد حاتم المصري. الو، السلام عليكم، ازيك يا استاذ اشرف؟ ازيك يا سياده العميد؟ عميد حاتم عاطف عويس، عميد سابق بالقوات المسلحه. اهلا وسهلا بيك يا سياده العميد، غني عن التعريف وصاحب مبادره يخليك. رد الجميل في ازمه كورونا، بني سويف كلها بتشهد بمجهود حضرتك يخليك. واحنا من خلال منبرنا الاعلامي امس القواطن بنشكر حضرتك على المجهود اللي انت قمت بيه بصراحه في خلال ازمه كورونا، خصوصا مع منظومه الصحه بني سويف. ربنا يخليك يا استاذ اشرف، كلنا جنود مجهولون في خدمه مصر. وطبعا بشكر حضرتك وبشكر الاستاذه نريمان وبشكر ضيوف حضرتك. والحقيقه شريهان يا سياده العميد، اهلا وسهلا يا فندم استاذه شريهان. اهلا وسهلا بحضرتك، حضرتك منورنا ومنور الدنيا كلها. الله يخليك يا فندم، نور حضرتك يا فندم. الله يخليك. طبعا احنا الحمد لله حمله رد الجميل انا وفقت ان انا اشهرها على مستوى مصر، أصبحت حملة رد الجميل لدعم مصر في جميع المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وإن شاء الله مستقبلا هيكون ليها مقرات على مستوى الجمهورية. هي دي النقطة يا فندم اللي احنا برضو، معلش بعتذر عن قطع حديث حضرتك، دي النقطة اللي أنا عايزة أوصلها للأستاذ أشرف وكل الموجودين، إن هي تكون على مستوى الجمهورية. إحنا أبناء بني سويف وأنا بنت البحيرة وأستاذ أشرف بني سويف، لكن إحنا أبناء مصر، أبناء الجمهورية. ده أنا هقول لحضرتك مفاجأة تانية وللسادة المشاهدين، اتفضل، إن شاء الله بالتنسيق مع الأستاذ أحمد يعقوب مذيع الشباب والرياضة، تم بالطرق القانونية في الطريق لإشهار ودمج حملة رد الجميل مع تنسيقية شباب إعلام واعي، والتنسيقية دي مشهرة على مستوى الجمهورية ومدعمة من قيادات الدولة لدعم القيادات السياسية في الدولة ودعم الجيش والشرطة ودعم سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي اللي شرفنا في كل المجالات سياسيا، وشفناه في فرنسا رجع كرامة مليارات المسلمين ودفاعا عن الرسول عليه الصلاة والسلام. وفي مصر طبعا سيادة الرئيس السيسي العاصمة الإدارية، الطرق، المشاريع اللي كل يوم والتاني بتفتتح،
فانا غير غير المشاريع برضو يا فندم، حضرتك شايف في لمسه جمال موجوده في الشارع المصري في كل بالظبط يا المدن، فندم الواحد بالظبط. بيمشي في الطرق فرحان جدا، يعني حتى الكباري من قبل ما مجرد بتتسلم معانا في وتزين بالورد التلسيق يا وتزين استاذه معاون وزير الشباب والرياضه، معانا معاون وزير الاسكان، معانا معاون وزير الحكم المحلي، معانا الدكتوره صفاء دعبس كانت في الحمله الرئاسيه بتاع سياده الرئيس. انا بدعو كل الشباب المصري وكل الشعب المصري للانضمام لتنسيقيه اعلام واعي لخلق جيل واعي من الشباب طبعا. بيدافع عن حقوق البلد، بيدافع عن القياده السياسيه. بنقول لسياده الرئيس يا فندم استمر واحنا مؤيدين ليك وفي ظهر سيادتك. وكلنا يا فندم، بالنسبة كلنا مع لحملة رد الرئيس الجميل، وكلنا مع حضرتك طبعا يا طبعا، فندم يعني طبعا. بالنسبة لحملة رد الجميل يا أستاذة، الحمد لله أنا نجحت في الموجة الأولى من مد والتبرع لمستشفيات بني سويف بأربع أجهزة تنفس، 260 بدلة عزل عن طريق دفعتي الدفعة 85 حربية الحمد اللي لله، بحب أشكرها على بنشكرهم الهواء، واحنا اللي بنشكرهم دعماني في معاك، كل بنشكر حتة، الدفعة كلها بنشكرهم. اللي تحتل المناصب العليا حاليا في القوات المسلحة، والحمد لله توأمة مع لجنة الذكاء في عمر بن عبد العزيز المستشار أحمد عبد الجواد، نجحنا في مد خط أكسجين لمستشفى التأمين الصحي يسع 100 مريض إضافي بأجهزة التنفس، توأمة مع الرجل الوطني نقيب الأطباء الدكتور مصطفى هارون وكتيبة الأطباء والطاقم الطبي اللي أحب أشكرهم على الهوا وأقول لهم واحنا شدوا برضو حيلكم واحنا الموجة واحنا الثانية. برضو واحنا سيادة العميد برضو احنا بنوجه الشكر لسيادة النقيب الأطباء دكتور مصطفى هارون، هو فعلا ابن بر من أبناء بني سويف وما ونجحنا يا بيتأخرش عن استاذ خدمة اشرف في أبناء بني مد سويف. مستشفيات بني سويف من مصانع القوات المسلحه، الحمد لله بتصديقها كنت بجيبها بسعر التكلفه لمستشفيات العزل. ليا بقى رجاء، طبعا حمله رد الجميل مستمر في الموجه الثانيه لدعم مستشفيات بني سويف، لان حضرتك عارف يا استاذ اشرف ان بني سويف محافظه فقيره. فانا طبعا ببعت نداء من برنامج سيادتك بما انه برنامج جماهيري بيناقش قضايا الجماهير للدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء والدكتوره وزيره الصحه، ان بني سويف بتعاني من نقص عدد المستشفيات، نقص عدد الاسره، عدد المستشفيات لا يتناسب مع عدد السكان، قليل جدا عندنا وحدات العنايه المركزه، واشرف حضرتك تعلم هذا جيدا. بمناسبة برضو ان انت بتناشد سيادة الوزير، والله انا مواطن بسيط جدا نادى عليا، ويمكن الفيديو بتاعه نازل على صفحة الاعلام يا اشرف ابو دنيا، بيناشد سيادة الرئيس والسيدة وزيرة الصحة عايزين جهاز اشعة مقطعية. ده اللي كنت هتكلم فيه نفس الكلام يا استاذ اشرف، ازاي مستشفى بني سويف التخصصي اتصرف عليها مئات الملايين وتكون بدون اشعة مقطعية؟ المريض الفقير او الغني بيخرج من المستشفى يروح يعمل الاشعه المقطعيه بره فطبعا كده طبعا صعب. طبعا احنا طبعا انا في نقطه اخيره يا استاذ اشرف لمده ثواني بس، عشان بس انا وقتنا بناشد وزيره الصحه بعمل مستشفى عام للفقراء بني سويف، في عندنا في المستشفى التخصصي 15 ارض 1000 متر ارض فضاء و كثير من المباني الغير مستخدمه، فممكن يا فندم حضرتك تتعمل مستشفى عام للغلابه بني سويف شكرا تخدم لحضرتك 3.5 مليون سويفي. شكرا لحضرتك يا فندم، سيادة شكرا العميد، لحضرتك شكرا جدا. لحضرتك. ومعلش انا هاخد من وقتنا ثواني بس، انا بس عشان ثانيه واحده الوقت بس معلش، المخرج ماشي بيديني بس بيقول انا فيه بما دقيقه اننا فتحنا ملف عشان الصحه، اختم بضيفنا. ماشي حاضر، بما اننا فتحنا ملف الصحه انا بناشد وزيره الصحه مشكورا. محافظه البحيره مركز بدر، انا من البحيره، مركز بدر ما فيهاش مستشفى لمده 6 سنين، واحنا الحمد لله ان انتوا بداتوا فيها، بس الناس فعلا بتموت ما فيهاش مستشفى عام، ومش قادرين على المستشفيات الخاصه، وكم حماده برضو فيها المستشفى العام لكن لسه ما فيهاش الاجهزه المتاحه، فبتمنى النظر اليهم من منبر الاعلام. طبعا احنا كلمه اخيره لحضرتك استاذ محمد، احنا لو في اي معقبات او في اي عقوبات بتواجه الشركه، احنا كبرنامج همسة مواطن مع حضرتك نتواصل مع المسؤولين. انت كفكره وكنموذج شاب احنا معاك لغايه ما شركتك ان شاء الله تنجح. كلمه اخيره
والله انا كنت عايز يعني ان المحافظه تمام يبقى فيها توجيهات بالنسبه للشركات، في تسهيلات شويه تمام بالنسبه للاجراءات، في معاونه كبيره بالنسبه للوحدات المحليه ورؤساء الوحدات المحليه يكونوا يتابعوا معايا شويه تمام، مش اكتر ولا اقل، بس هي حاجه بسيطه جدا، بس ان انا في قصه بس العامل تمام، حاجه بسيطه قوي ان العامل اللبس بتاعه سيفتي كامل، عشان بس نكون واضحين، علشان الاوبئه او هو اللي بيتعرض ليها، لان هو ده البطل الحقيقي. وعلى فكره اسمه عندنا مش اسمه عامل نظافه، اسمه عندنا اسمه ابطال حمايه البيئه، وده الاسم هو اللي انطلق من عندنا من الشركه. وده الاسم اللي يليق بيهم فعلا. طبعا نشكر حضرتك استاذ محمد كتير جدا. لكن قبل ما تختمي، انا طبعا بناشد السيد محافظ بني سويف ان يكون في لقاء مع الاستاذ محمد كنموذج شاب، وانا عارف ان السيد محافظ بني سويف مد اهتمام واولويه طبعا كبيره جدا طبعا لملف النظافه العامه، طبعا واجتماعات مستمره أكيد مع مسؤولين محافظه بني سويف ومدير مشروع النظافه العامه طبعا لتطوير منظومه النظافه. وبصراحه بني سويف من المحافظات الاولى على مستوى الجمهوريه في ملف النظافه العامه، فان شاء الله احنا معاك وبنطالب بإذن لقاء مجابله السيد المحافظ، لقاء بإذن السيد المحافظ بإذن الله يا فندم بحضرتك الله. ان شاء الله. نتمنى طبعا من سياده المحافظ ان شاء الله ان هو يقابل الاستاذ محمد من النماذج المحترمه، من النماذج المشرفه. حاضر، من النماذج المشرفه، وان شاء الله بتمنى يكون عندنا نفس النماذج المحترمه دي في كل المحافظات. بإذن الله يا فندم، شكرا لحضرتك يا فندم، شكرا. طبعا في النهاية زي ما دايما بنعودكم، انتظرونا في كل ما هو جديد ويخص المواطن. أعزائي المشاهدين، أترككم في رعاية الله وأمنه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.